أنا الصحفي العراقي منتظر الزيدي، عملت بعدة مجالات من الصحافة المكتوبة وبعدين انتقلت إلى التلفزيونات. أنا من بداياتي قرأت لسيمون بوليفار هذا الثوري اللاتيني، ومن ثم بدأت قراءات عن كثير من الثوريين. وشاف عليه الحبر والورق 70 عاماً وهذا أنت مجموعة. أنا كنت من أشد المعارضين للنظام السابق ولكنني في العراق، ولكن في نفس الوقت كنت أشد المعارضين للغزو الأمريكي. أما أن الشعب العراقي كان مظلوماً ولا زال مظلوماً، وأتمنى أن لا يبقى مظلوماً، لذلك أنا سأبقى معارض طالما أن هنالك الظلم. تركت فيديو وصيتي أنه سأضربه كذا وإلى آخر من هذه الأمور، وأنه أنا عراقي حتى لا يتبنى من قبل مجموعة أشخاص أحزاب. طيب أنا ذهبت إلى منزلي، ارتديت أقدم حذاء عندي. هذه الحذاء كنت أرتديها عفواً بكثير من العمل الصحفي والميداني، ولذلك لما طلعت من المعتقل وقلت في مؤتمر صحفي لو علم اللائمون كم وطأت هذه الحذاء منازل مهدمة وبيوت اختصرت نساؤها وإلى آخره. هذا كله مخطط، كان رمي الحذاء، طريقة جلوسي، والحذاء وحدة الاثنين، كلها مخطط إلا صوت اللي خرج من عندي في تلك اللحظة مال هذه قبلة الوداع. هاي ما كانت مخططة لها ولكن كانت وليدة لحظة. حتى أوصل له رسالتي، إن الرسالة الأولى هي أن الشعب العراقي ما يستقبل الوضع، والرسالة الثانية هي الغضب الداخلي اللي كنت أراه كل يوم من جنوده وما يفعلونه بالعراق. اجت امريكيين وما اعرف شلون دخلوا من الباحه الخلفيه، قال لي مترجم راح ياخذون من عندك دم حتى يشوفون اذا مخمور او متعاطي او كذا، شافوا انه فحص مالتي سلبي، لا متعاطي ولا مخمور ولا شيء بكامل قواي العقليه، قالوا لهم بكامل قواك العقليه. كتموا انفاسي بحيث بالقاعه تم كسر سن الأمامي وأنفي، كنت عيني ما أشوف بها مغطاة، يعني شهر يلا طابت، فضلاً عن ضرب اللكمات على الرأس والجسد، كانت بديهم خواتم بالمناسبة، يعني فترة طويلة كان يعني هناك ثقوب بالرأس. أنا 3 شهور انفرادي كنت بقاعة لا تتجاوز طولي، يعني هذا أنا مرات أصوب بالحائط هذا المقاس، أحك ظافيري بالحائط يميناً ويساراً. طالبت بنقلي لأن كنت أشوف شمس، لما نروح للحمام يحطون منشفة على وجهي. كان ظروف صعبة طبعاً بالزنزانة الانفرادية، رغم أنه كانوا ضباط والجنود متعاطفين معي، ولكن ما عندهم حيلة، ما باليد حيلة، أنا محتجز عند مكتب قائد العام للقوات المسلحة. والله تقدر تسأل على رئيس الوزراء أو رئيس السابق جورج بوش. أنا رميته ولكن أخبروني أنه قطعوه.